اهلا وسهلا بكم في الحلقه السادسه من حلقات برنامج المسلسل. اليوم الحلقه مختلفه تماما البتة. تم شيء عن الحلقات الخمسه اللي فاتت، معنا 30 مسلسل. ما هنديكم تفاصيل المسلسلات وهنديكم اخبار ولا اي حاجه، اللي هنديكم هو اليوم ايش اللي نزل وايش اللي نازل وايش اللي رجع من موسم جديد. يعني جهز ورقه وقلم واكتب معنا المسلسلات. طيب هنبدأ اليوم الحلقة بترتيب مختلف وبشكل مختلف تماما. هنبدأ بالشهور. أول شهر معنا شهر أغسطس، وأول مسلسل كان فيه المسلسل اللي قاعد يعمل بلبلة حاليا وكل الناس تتكلم عنه وكل الناس تقول اتفرجوه مسلسل ناركوس. مسلسل ناركوس يتكلم عن بابلو إسكوبار، أكبر تاجر مخدرات في العالم في كولومبيا. ما أعرفش أقول لكم المسلسل ده قد إيش رهيب وقد إيش عظيم. يعني قصة بابلو إسكوبار فيلم ما يكفيها، مسلسل ما يكفيها، يعني ما أعرف كيف حيلم الموضوع. مسوي جزء أول وقالوا في جزء ثاني تكمل الجزء الأول وحيكون في 2016. وثاني مسلسل معانا في شهر أغسطس، مسلسل تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، مسلسل فيه The Walking Dead. طبعا قصته مختلفة عن The Walking Dead الأصلي، قصة في لوس أنجلوس، مسلسل حلو. ودحين داخلين على شهر سبتمبر، هو عد خلص بس احنا داخلين عليه دحين، ففي مسلسلات حلوة بصراحة. أول مسلسل بلايند سبوت تكلم عن واحدة لقوها في تايم سكوير في شنطة، ما هي فاكرة أي شيء عن نفسها وكل جسمها مغطى بالتاتو. مسلسل ذا ماتريكس، انت اعتقد شفتوا الافلام حقته، المسلسل القديم حقه ايام زمان وافلام نزلت مؤخرا 2011 وموست وانتد. الحين سووا له مسلسل صراحه، مسلسل جدا رائع ضحك وكاهه. وبرضه من مسلسلات شهر سبتمبر مسلسل ليميتلس، ايوه هو نفس فيلم ليميتلس اللي نزل في 2011. ومعانا كمان مسلسل هيروز البون، فاكرين هيروز اللي انتهى في 2010، الحين رجع ثاني مسلسل جديد قصه جديده 2015. هيروز البون نزل منه سيكول او حاجه تمهيد للجزء ده اسمه هيروز البون دارك ماتر، 6 حلقات اتفرجوها قبل ما تتفرج هيروز البون. مسلسل ذا بلاير تكلم عن رجل مخابرات بيشتغل حاليا كخبير امني في لاس فيغاس، وده اول مسلسل بطوله للرائع ويسلي سنايبس. اكيد ويسلي سنايبس لازم تتفرج المسلسل حقه. والمسلسل اللي معانا دحين مسلسل كوانتيكو، يتكلم عن مجموعة من المتدربين الجدد في الـ FBI، مشتبهين في واحد منهم اللي مسوي عملية إرهابية تفجيرية كبيرة، تحاول يعرف مين. المسلسل بطولة بريانكا شوبرا، أول نجمة من بوليوود تاخذ دور بطولة في هوليوود، حاجة حلوة. ومعانا كمان مسلسل كوميدي، مسلسل جراند فاذر، فاكرين فول هاوس؟ جون ستاموس هو بطل المسلسل. وآخر وأجدد مسلسل معانا في شهر سبتمبر، مسلسل ذا جريندر، محامي يشتغل في التلفزيون في هوليوود، فجأة كده قرر انه هو يرجع لأهله ويصير محامي شركة، حسب نفسه انه هو كفؤ بما فيه الكفاية انه يصير محامي حقيقي. ودحين هندخل على المسلسلات اللي رجعت بموسم جديد في شهر سبتمبر. وأول مسلسل رجع معانا في الموسم التاسع المسلسل البريطاني دكتور هو، وثاني مسلسل رجع مسلسل جوثام، واحد من أكثر المسلسلات اللي أنا أحبها، رجع بالموسم الثاني، الموسم ذاك كله جوكر يا جماعة لا يفوتكم. وكمان رجع معانا مسلسل إمباير برضه بالموسم الثاني، مسلسل الهيب هوب والميوزك رائع جدا، أول حلقتين كانت خرافة صراحة. والمسلسل برضه رجع بموسم ثاني، مسلسل هاو تو جيت أواي وذ مردر، مسلسل الجريمة رائع صراحة. وبرضه رجع معانا مسلسل كمان بالموسم الثالث، مسلسل بروكلين 99، مسلسل الجريمة. كل مسلسلات جرائم. مسلسل مارفلز ايجنت اوف شيلد رجع بموسم ثالث، الناس اللي تحب السوبر هيروز والافنجرز والحاجات دي اكيد متحمسين. مسلسل سكوربين برضه رجع بموسم ثاني، مسلسل يتكلم عن مجموعه من العباقره مسوين فريق يحاربوا ضد جريمه. مسلسل وانس ابون ا تايم رجع بموسم خامس، المسلسل اللي خرب كل طفولتنا في ديزني، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا المسلسل الكوميدي ذا لاست مان اون ايرث رجع بالموسم الثاني، تكلمنا في الحلقات اللي فاتت، مسلسل رائع جدا. ان شاء الله ما لحقوا، خلصوا الموسم الاول جابوا الثاني على طول، ناس شغيله. ودحين حندخل على الشهر المهم، شهر اكتوبر، شهر المسلسلات، وكان سبتمبر شهر المسلسلات المشهور. واول مسلسل معانا سوبر جيرل، هو اول حلقه سربت قبل كم شهر اتوقع في ماي، وحلقه ثانيه في اخر الشهر 26 اكتوبر، اتكلم عن بنت عم سوبرمان. حلو. وندخل دحين على طول على المسلسلات اللي رجعت ثاني بموسم جديد في شهر اكتوبر. اول مسلسل معانا رجع موسم جديد ذا بلاك ليست، الموسم الثالث، اول حلقه منه كانت حلقه قويه جدا وحصلت تقييم 9.2. وثاني مسلسل معانا في شهر اكتوبر رجع موسم جديد، الموسم الخامس من هوملاند، ورجع برضه كمان مسلسل ذا ليفت اوفرز، برضه مسلسل جريمه رجع بالموسم الثاني. دحين نخش على الكلام الحلو، مسلسل ذا فلاش راجع بالموسم الثاني، الناس تحب السوبر هيروز اكيد متحمسين زيي. طبعا ما حننسى اشياء برضو، مسلسل الرعب امريكان هورر ستوري هوتيل من بطولة ليدي غاغا في الموسم الخامس. وبرضو رجع معانا كمان مسلسل بالموسم الثاني، مسلسل اي زومبي، بعد المسلسلات الحلوة صراحة. ونرجع برضو الثاني المتحمسين مع سوبر هيروز، الموسم الرابع من ايرو حيرجع ثاني في شهر اكتوبر. اما المسلسل اللي معانا دحين فهو مسلسل له 10 سنين شغال ما شاء الله تبارك الله، الله يزيده ويبارك، الموسم ال11 من سوبر ناتشرال،
واخيرا وليس اخرا المسلسل العظيم جدا فارغو راجع بالموسم الثاني بقصه جديده احداثها في عام 1979. وهذا اللي كان معنا في حلقه اليوم اهم المسلسلات اللي في شهر اكتوبر وسبتمبر واوغست. لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وايوه قولوا لي انتم متحمسين ليش من المسلسلات. واللي ما تابعني في سناب وتويتر وانستغرام هذه حساباتي هنا كلها راكان بكس، تابعونا عليها. سلام. انا نسيت حاجه مهمه يا جماعه، كيف الحلقه تنتهي من غير ما اتكلم عن جيم اوف ثرونز؟ ما ينفع، البرنامج ما حيمشي، حيوقف. انا حسيبكم مع الصوره هذه، ادوني رايكم فيها، نشوفكم على خير. سلام.